سلام، معكم كوزين دو شازا. اليوم درت لكم مع جونز فرجل. دوقاني حتشو تسمعوا برك الصوت، مي وابخي نكمل لكم لا فيديو صوت وصوره، خاطش عندي واحد دو فيديو راحوا لي ما على باليش علاش، اعتذر. دونك لهاد مع جونز فرجل، بعد ما حكيت الصفرجل تاعي قشرته، نحيت له العلف ديالو، حطيتهم دو كوتي باسكو حندير بهم واحد العفسه ومن بعد تشوفوها في فيديو اخر. حكيت الصفرجل تاعي بالقارص، قطعته براج وحطيته في تنيجرام. الوغ الكيلة بالضبط تاع الصفرجل، هي كل كيلة تاع الصفرجل عندكم كيلة سكر. انا الاناء اللي كيلت فيه يرفد 800 غرام. درت لهم عصير تاع حبة قارص، ودرت لهم ربع كيسان تاع ماء بسعة 25 سنتيلتر، حطيتهم في تنيجرة يطيبوا. دوق نخليكم تكملوا الفيديو صوت وصورة، مشاهدة ممتعة. هاوليك المعجون تاعنا راهو طاب، بدا هذاك اللون الارجواني الشباب. الوغ باش نعرفوا باللي طاب، كيما قلت لكم ديجا من قبل، تحكموا شويه من لو سيغو تاعكم، تعاودوا ترموه في طنجره وتشوفوا. نستنى نشوفوا كيف فوالا القطره الاخرانيه طبطه باش تحبط. دونك هنا نطفيلو، دوك كي يبرد هاد لا كولور كامله تروح، وتشوفوا اللون تاعو كيفاش في طبق التاتي. هاوليك مع جونز فرجل ديالنا، طايب اما فاسون كويزين دو شازا، بارد في بارد، ما درت سيغو، ما فورتو من قبل باش رميتو. دونك تبعوا الطريقه هاي ليك. حبيت برك نقول لكم حاجه في المقادير، انا زدت كاس ما، ومع الاخر جاني بزاف عاقد المعجون تاعي. دونك انا واش درت، درت كاس سكر، درت له زوج كيسان ما، طيبته اون سيغو، عاود رديت المعجون تاعي فوق النار. كي بدا يغلي المعجون ارميت له داك السيغو تاعي هكاك سخون، غليا زوج وطفيت له باسكو نشف بريسك عقد لي بزاف. هذه هي. دونك هاوليك ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله تجربوه، تبعوا الخطوات بخطوه وينجح لكم، وتقولوا لي في الكومنتس. مع السلامه، في فيديو اخر هذه الخطره يكون خاص بمعجون تباسه.